السلام عليكم اعزائي المشاهدين. اليوم جيناكم انا وبنتي هاجين بوصفه جديده. بيان سور هاجين اللي حضر هذه الوصفه السهله، توجور مع الوصفات السهله بمساعدتي بيان سور. الوصفه تاع اليوم هي وشنو هاجين؟ هي سلادة بالبطاطا والزرديه. اون سالاد بالبطاطا والجزر. الوغ انا بون خلي هاجين تكمل واش نسحقوا لهاد لا سالاد. نسحقوا اونفيرو رطل تاع بطاطا كيف كيف. بطاطا كيفاش تكون؟ تكون شويه صغيره. اونفيرو تاني كارطل تاع زرديه، حبه طوماطيش تكون شاده روحها مليح، وحبه بصل صغيره. نسحقوا شويه زيت، ما عندناش ربطه صغيره، شويه تاع الزيتون افيلي. نسحقوا اونفيرون اون كويير تاع لا مارغارين لا بيغاسو، ونسحقوا الملح قرصه ملح وفلفل اكحل. شي قرصه ملح؟ لا لا، ندير نسحقوا اونفيرون ملعقه صغيره تاع الملح. حاجه الاولى اللي نديروها، نجيبوا البطاطا تاعنا، نحضروا الماء يغلي، نديروا فيه شويه ملح، ونديروا البطاطا تاعنا بلا ما نقشروها، نحطوها داخل القدره تاعنا. نزيدوا الجزر تاعنا نقشروه نقشروها، ونزيدوا ندخلوها في الماء، نديروها في الماء يغلي، ونعاود نولوا ليها ونديروا لها شويه ملح. دونك هنا لا ديفيرونس، بطاطا نخلوها بالقشور تاعها تغلي، والجزر نقشروه ونديروه يغلي في الماء، الماء والملح بيان سور. بون حنا حنديروا الجزر مع البطاطا يغلي، ونعاودوا نولوا نشوفوا طريقه التحضير. بون نسيت قبل انا قلت لكم، كي كنت نهضر لكم على المكونات، نسحقوا تنضج حبه تبل. حنايا دوكا بون نروحوا نشوفوا البطاطا مع الزرديه تاعنا الى طابوا، ونعاودوا نولوا. هنايا بعد ما طابوا مور 10 دقائق راني نشوف باللي راهم نص طياب، دونك راهم يغليو، راهم هادي قشرنا ما قشرناهاش، وزروديه قشرناها. بون هنايا بون نكمل، هنا درنا البطاطا مع الزروديه تاعنا يغليو في الماء والملح، الزروديه قشرناها بيان سور، والبطاطا ما قشرناهاش. واش حنضيفوا الان؟ نضيفوا زوج حبات بيض. نديروا زوج حبات بيض لداخل مع البطاطا. علاش نديروا مع البطاطا ماشي مع الزروديه؟ باسكو البطاطا باسكو البطاطا راهي مقشره، جو فو دير الزروديه راهي مقشره والبطاطا ماشي مقشره. معناتها نزيدو نكملو ونخليهم يزيدو يطيبو واحد 10 دقائق واحد اخرين، ونعاودو نولو نشوفو. اعزائي المشاهدين هاهم ليك هنايا جميع المكونات تاعنا راهم واجدين. بون البطاطا تاعنا هاي ليك بعد ما غليناها في الماء والملح، الزروديه كيف كيف بعد ما قشرناها وغليناها في الماء والملح، الزيتون تاعنا هذا ايفيلي هاو ليك، المعدنوس تاعنا هاي ليك بعد ما قطعتوها جين هكذا وريت لها كيفاش، البيض تاعنا كيف كيف هنايا بعد ما غلا، البصل هاو ليك قشرناه والطوماطيش غسلناها. دوك نجوزو مباشره لطريقه التحضير. نخليها جين تكمل، واش حديري؟ نجيب حبه زروديه ونقطعها. بون حتوري لكم كيفاش الشكل تاع كيفاش تقطعوا الزروديه. قطعوهم دي غوندال هكذايا. بون هي حتوري لكم كل حاجه وحده، بعد هاديك تكمل العمليه وحدها. بون ديري في السالادي، حطي مباشره في السالادي. بون مباشره تحط في السالادي، زيدي دوك حبه بطاطا. البون تاع البطاطا اولا واش ديري لها؟ نقشرها. بون تقشريها مادامها سخونه، خاطر لو كانت تبرد القشره هذيك تلصق فيها. هذه معلومه يعني للجميع. البطاطا كي نغلوها في الماء والملح توجو نقشروها مادامها سخونه، خاطر شويه فاتت بردت تلصق فيها القشره. بون هاي ليك هنايا هاجينا كملت البطاطا تاعها قشرتها، الان واش حديري؟ نقسمها على زوج. ايه زيدي قطعهم مربعات صغار هكذاك، هذيك زيدي قطعيها على زوج، هادو كبار بزاف عاودي قطعيهم على زوج. شي هكذاك؟ لا لا، مربعات صغار هكذاك كيما هاد المربع اللي درتيه هكا، لازم المربعات يجو كامل بهذا الشكل هكذا. بون دوك هاجي تكمل كامل البطاطا تاعها، وزيد ديرها لهيكا. بون هنايا قطعتيها مكعبات، الان زيدي ديريها مع سالادي. بون حنا نديرو كامل حبه حبه. بون الان واش تحكمي؟ البصل. بون ورينا كيفاش يقطعوا البصل. ديري شريحه وحده برك، خلاص هذيك تكفي. دوك كيفاش حديري لها؟ قطعيها اون دو هكذا. دوك تكملي كامل العمليه تاعك مع البصل.
بون خلاص من بعد تكملي. بون نزيدي ديري البصل مع الكميه هذيك في سالادي، زيدي حطي البصل في سالادي صافي. البصل يتقطع هكذا، الزروديه والبطاطا يتقطعوا بهذا الشكل. الان واش حد خلاص خلي البصل وبعدين كمليه. زيدي حكي لي حبات البيض كيفاش تقطعيها. يعني مربعات صغار. الان البيض كيف كيف حطيه مع الزيتون، بعد نديروه من فوق البيض، حطيه مع الزيتون، ديني الزيتون بين على جنب. بون بدي كامل البيض حطيه. الو هاوليك هنايا البيض تاع كيفاش قطعاتو، هذا نخلوه للتزيين من الاعلى، مع نكملو مع الحبه الدوزيام. الطماطم الان كيفاش تقطعيها مربعات كيف كيف، تقطعي حبه الطماطم على اثنين، قطعي حبه الطماطم على اثنين اولا، ماشي هذاك الشكل، لا هكذاك، قطعيها على زوج. من بعد زيدي قطعي على زوج، حاولي ديري مربعات خلاص، تبداي بوحده نورو لهم بعد تكملي وحدك. دوكا هذاك النص بون، هنايا بدات هاجي تنقي. زيدي واش حديري في الموت، حطي لتحت في الاخر باش تبان. ها حطي في سوغ لو بلون دو ترافاي، حطي فوق وما تشديش هكذاك، نحي الان واش ديري، قطعيهم مربعات صغار. وقلنا لازم الطوماطين تكون فيغ مشده روحها باش ما تتحرحرش. بون هذاك المربع اللي درتيه صغير تحققوا مربعات كيما هادو صغار، زيد درتيه كبير هذايا، زيدي قطعيه صغير شويه، زيدي كيف كيف مم هذا كبير درتيه. بون رفدي الطوماطيش اللي قطعتيها ديريها مع السالادي مع مع اللي قعدوا الاخرين. بون هاليك هنايا الطوماطيش تاعنا، البصل البطاطا راهم كاملين هنايا. دوكا حنا نكملو كامل العمليه مع هاد المكونات كامل. زيدي رفدي المعدنوس، ديري شويه رشه معدنوس من الفوق، زيدي شويه. بون كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، دوك هاجي نكمل كامل العمليه تاعها مع الجزر والبطاطا هادو، ونعاودوا نشوفوا الطبق جاهز بعد كيفاش نديروا التتبيله تاعنا. كيما راكم تشوفوا هاليك بعد ما قطعنا جميع المكونات وخلطناهم، الان ندوزوا لعمليه التتبيل. الوغ واش حنديروا، نخليها تجي تكمل. ندير جوج ملاعق تاع مارغرين بعد ما ذوبناها، حطي تحت باش يشوفوا. فوالا مارغرين تاعنا هنا حوالي زوج ملاعق، انا اللي ذوبت لا مارغرين خليت غير زوج ملاعق باش يجوها ساهلين. بون تكيلي حكمي من غرفه، كيلي زوج ملاعق تاع اكل لا مارغرين دايبه، ملعقه الاولى هكذاك، زيدي ملعقة ثانية. بون شحال قعدك في لابواط وري نشوف. نص ملعقة خلاص، ديري زوج ملاعق برك. الآن ثلث ملاعق، لا ثلث ملاعق تاع الزيت، ملعقة الأولى ثانية والثالثة. الآن أنا في نسينا ما درناش الخل، دوك نزيد نجيبو الخل. الو غاوليك الخل حنا تاعنا هنايا نسينا ما ذكرناش في المقادير، شحال نديرو الخل؟ ثلث ملاعق، ثلث ملاعق اكل تاع الخل، ملعقه الاولى ثانيه و ثالثه. الان واش حنزيدو؟ الفلفل الاكحل والملح. شحال نديرو فلفل الاكحل شحال نديرو؟ بون نبداو بالملح قبل، حطي الملح نديرو ملعقه صغيره، لا لا نديرو ملعقه صغيره. بون واش من الميكيه اللي حتاخدي ملعقه صغيره هذيك تاع الملح، حاولي ترشيه كامل على السطح ماشي غير في الوسط. دني يديك لهنايا هكذا. وبالنسبه للملح اللي حبي يزيد يزيد. واش نزيدو الان؟ نص ملعقه صغيره، وريتو في الميكيه اللي درتي به نص ملعقه صغيره، يعني صغيره كامل نصف ملعقه تاع القهوه، نرشو من الفوق هكذاك.
الان بالنسبه للملح، قبل ما تغلقي الملح واش حديري له؟ ديري له من الفوق البيض باش هذا للتزيين، ماشي غنخلطوه دوكا فوق الصحن ديالنا، نديرو من فوق الملح باش ما يجيناش صامط هكذا. الان بعد ما درنا جميع هادو مع نبداو نخلطو هكذاك ميلونجيو ديليكاتمون. الان حاولوا نخلط هاد الجين لاصال تاعنا ديليكاتمون. ومن بعد واش حنديروا؟ الزيت نديروا في طبق التقديم، نديروا الزيتون من الفوق ونزيدوا البيض ونشوفوا الصحن تاعنا جاهز. بون هاي ليك هنا لاصال تاعنا بعد ما خلطتها هاد الجين تبلتها مليح، درت لها جميع التوابل تاعنا. نعاودوا نذكروا، قلنا 3 ملاعق زيت، 3 ملاعق خل، بون زوج ملاعق كبار تاع لا مارغارين، دو هنايا البيض تاعنا رشيت له درت له شويه ملح، ودرنا ايضا فوق لاصال درنا ملعقه صغيره تاع الفلفل الكحل، نص ملعقه صغيره تاع الفلفل الكحل، وبون هاد لا دوس صغيره كامل، وملعقه صغيره تاع الملح. بون الان تبدا هاجي حتى دير في الطبق، تبدا تسربي في الطبق. واش حديري؟ بون خلي منا، بون حاولي ما توسخيش الجوانب هكذاك، دي بالعقل، حاولي ما تقيسيش الجوانب. الو هاي لك هنايا هاجينا كملت حطت الاخر. الان واش حديري؟ كملي لنا. نزين السلطه تاعي بالبيض والزيتون. الان حكمي الزيتون قبل، ديريه حاولي وزعيه كامل من الفوق بطريقه متساويه هكذاك بهذاك الشكل. بون هاي لك انا بعد ما وزعت الزيتون، الان واش حديري؟ نزين بالبيض. زيني بالبيض نحاولي البيض وزعه كامل على الصحن بطريقه عشوائيه. بون هاي ليك هنا هاجي بعد ما درت البيض تاعنا، هاي ليك لا صاله تاعنا راهي جاهزه صاله. بون خلوها هاجي تهضر لنا كلمه اخيره. اليوم تعلمت كيفاش وصفه جديده وهي كيفاش ندير لا صاله. الوغ راني فرحانه بزاف كي تعلمت كيفاش نطيب لا سالاد بيزيغ بالمساعده تاع ماما، وحبيت نقول لكم بلي الطياب ماشي غير البنات، هادي باش نعطيها معلومه للناس كاينه فاهمينها غلط. مام دراري نغوموا يطيبوا، وكاين باسكو طاب فنون، وكاين يخرجوا دي شاف وربي يوفقهم ان شاء الله علاش لهلا. وحبيت نقول لكم ولا عجبتكم الطريقه ديروا نجام وكومونتير، وما تنساوش ديروا ابوني فاشن تاع ماما ام مريم. الى اللقاء.